من خلال ما تعلمته في عدة دورات وشغفها بصناعة المواد، استطاعت سهام صنع الصابون الطبيعي داخل منزلها من زيوت ومواد طبيعية لتبيع منتجاتها عن طريق مواقع التواصل. صابونة البقدونس أقدر أقول لك عنها، أنا حتى سميتها صابونة العشق من كثر تعتبر هي الأكثر طلبا عندي. صابونة العسل والشوفان، في عندك صابونة مثلا مثل ما قلت لك الحبة السوداء. حولت سهام جزء من سطح منزلها إلى معمل صغير لصناعة الصابون، ليصبح ملاذها من أشغال الحياة ولممارسة هواياتها المفضلة. احيانا اجي المعمل لانه هو صار ملاذي للامانه، فتشوفين اني مرتبته ومسنعته لان احس انه صار يحتويني جزء مني، استمد افكاري من زبايني للامانه، يعني هم لما يعطوني النتيجه انا اقول لا بعد خليني اضيف كذا، خليني اسوي كذا. يوفر هذا المعمل منتجا صحيا وخاليا من المواد الكيميائيه وبسعر مناسب ايضا لكسب ثقه الزبائن والمحافظة على مستوى إقبالهم. حلو كتعملين كمقشر للجسم. زيادة الإقبال على منتجات الصابون حفز سهام ومثيلاتها لتطوير أعمالهن، وكان الحصول على ترخيص رسمي أبرز عوائقهن. كثير من السعوديات اللي صار الآن توجههم لصناعة الصابون، فنتمنى أن احنا يكون في لنا دعم خاص من هيئة الدواء والغذاء لإبراز صناعة الصابون اللي تكون أساساً كمنتج سعودي. وفرضت جائحة كورونا تعقيم جميع مواد صناعة الصابون بدءاً من أولى مراحله وحتى تغليفه ليصل إلى المشتري بشكل آمن. هدير الحسون، الإخبارية، الدمام.